معانا 10 بنود في الفحص الكيميائي للبول. اتكلمنا عن الكثافة النوعية والبي اتش وعن الاستريسز والنيترايت وعن خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين والمايوجلوبين والسكر في البول وازاي بنقيسه بطريقة الشريط. النهاردة هنتكلم ازاي نقيسه بالطرق التأكيدية الاخرى. يلا بينا. خلصنا الكشف عن السكر في البول بالشريط، ندخل على الكشف عن السكر بطريقة بندكت. المواد المختزلة أو السكريات المختزلة بنسميها reducing substances أو reducing sugars، ودي مواد أو أي سكر قادر أنه يبقى عامل مختزل لأنه عنده مجموعة كيتون حرة في تركيبه. كل المونوساكرايدز مختزلة وبعض الدايساكرايدز والبوليساكرايدز والأوليجوساكرايدز. أشهر السكريات المختزلة زي الجلوكوز، جالاكتوز، فراكتوز، والطبيعي إني ما لقاهمش في البول نل. طيب إمتى ألاقي طريقة بندكت إيجابية للسكريات المختزلة؟ لما يكون عندي اختلال في التمثيل الغذائي الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات لأي سبب من دول. اسم الطريقة بتاعتنا وهي بندكت ريجن أو بندكت كواليتيتيف سوليوشن أو بندكت سوليوشن. ده المحلول بتاعنا بندكت ريجنت، ودي بتاعت العالم الكيميائي ستانلي روزتر بندكت. قبل كده كان السكريات المختزلة بتتقدر بطريقة اسمها فيهلينج سوليوشن. طريقة بندكت دي سيمي كوانتيتيتيف، نصف كمية، يعني هتديني درجات. المحلول بتاعي عبارة عن محلول لونه أزرق غامق، خليط من الصوديوم كربونيت، الصوديوم سيتريت، والكابر، والسلفيت بنتهيدريت. الفكرة انه لما بنسخن عينة البول اللي فيها سكريات مختزلة في وسط قلوي بتتحول لنوعيات مختزلة وبقوة تعرف بـ انيديولز. الانيديولز بتقدر تختزل مركب النحاس الكابريك كومباوندز اللي موجودة في محلول بندكت وتحولها الى كابروس كومباوندز واللي بيترسب كانسولابل ريد كابر. الطريقة ببساطة هنجيب أنبوبة فيها 5 ملي محلول بندكت، هنضيف عليهم 8 نقط من البول، هنسخن ونغلي على لهب بنزل لمدة دقيقتين ونسيب الأنبوبة تبرد ونشوف التغير في اللون. التقديرات كالآتي: لو فضل رايق أو أزرق وده معناه أنه سلبي نل، لو عملت راس بلونه أخضر وده تقريبا فيه سكريات بتركيز نص جرام في المية، لو الراسب أصفر وده تقريبا تركيز 1 جرام، لو الراسب لونه أورنج برتقاني وده تقريبا تركيز 1.5 جرام، لو الراسب لونه أحمر وده تقريبا تركيز أعلى من 2 جرام. في أوروبا والدول المتقدمة بقالهم 50 سنة بيطوروا في قياس السكريات المختزلة في البول خاصة للمواليد. خد بالك في طريقة بندكت دي أسباب بتأثر على النتيجة. آخر طريقتين وهي طريقة التبخير وطريقة التخمر بالفطريات فكك منهم بس خلاص. استنانا في الحلقات اللي جاية نكمل الفحص الكيميائي.